مع الإخوان بالنفط، يعني علاقتنا علاقة أخوية الحمد لله. أعتقد وفقنا في هذا الموسم، اجتازينا من أصعب المواسم اللي أنا من وجهة نظري أصعب موسم يمر به النفط في هذا الموسم. أصعب موسم؟ نعم. تدري ليش؟ أنا أتكلم يعني مادياً لا، أنت تدري اليوم النفط في 8 سنوات هو متسيد، صحيح، وصل إلى الثاني مع الأخ الكابتن حسن أحمد، تعلم على المربع الذهبي، تعلم على بالمربع معاي أنا من أوصلت المربع مع الكابتن حسن مركز ثاني ومركز ثالث. هذا استقرار استمر لثمان سنوات، انفرط عقد هذا الاستقرار لأنه النجوم هاجروا، معلومين هم النجوم، من أيمن إلى مازن إلى بسام إلى محمد داود. صحيح. من اللاعبين الآخرين لثمان سنوات أكيد أغلبهم عطاهم قل، أنا ما أريد أقلل من شأنهم، احترامي وتقديري لهم، لأن قدموا خدمات جليلة لنادي النفط. خروج اللاعبين، بس لكن أنا أتكلم من ناحية فنية. خروج اللاعبين البارزين أثر على النفط بكل تأكيد، لأن تعرف أنت أغلب النتائج اللامعة والإنجازات اللي حققها وجودها الآن ما حد يختلف عليها اثنين، مع أنه اللاعبين الآخرين كانوا في قمة عطاهم. سدولا هاجروا النجوم إلى فرق جماهيرية، والآخرين بعد أن استمروا مع النفط لست سنوات سبع سنوات نضب عطاهم أغلبهم.